بس انت قلت لي هذه بلاد العصيد، احكي لي ايش قصه بلاد العصيد هذه. هذه عصيد انا اول مره اجي لتعز، يعني بعد ما سافرت 92 اليها طريق البر بالشاص حقنا، فتفاجأت احنا جينا من الشرق اليمن، تشرق الشمس عندنا قبل اصحاب تعز عرفت، وتغيب عندنا وعادة عندهم شمس، عندنا الشمس مشرق. فكنت انا ضيف عند ناس اصحاب معرض سيارات، تفاجأت ولا جابوا لنا سحاوق. طب ما السحاوق، احنا عندنا شيء معروف السحاوق في اليمن. ايوه بس احنا ما عندنا يعني الوجبة الغداء كل شيء يجي مع بعض، ها هم جابوا دفعة بالتدريج. دفعة فكنت انا اقول ايش هذا، ايش من ضيافه هذا، معاهم سحاوق ناقصين طماطم وبسباس انا حتى تجونا. بعدين الرجال اللي معي قال لا استعجل، هذا ناس يقدموا شيء بعد شيء مقبلات يعني. ايوه بعدين صاحبنا قال لا ايش طبايع من المهرة، قال الوجبه كامله تجي مره واحده. اي بعدين جابوا لنا وجبه من ضمنهم العصيد. احنا العصيد عندنا مع السمن مع العسل في المهرة. اي مع السكر عصيد وسمن وترش عليها سكر. ايه سكر. ايه هذا عصيدتهم لا مع المرق. احنا مرق وحلبة وسحاوق. ايوه الله علينا. هو وزين اللزين. اه ايوه. فتفاجئنا فقلنا لهم ليش كذا؟ قالوا تطعمها وبعد ما تطعمها تكون نسيم حميد. وكيف طعمتها؟ ما عاد بعدها. مثل اهلها طيبين. الله يعطيك العافية. نعم هذه اللي انا اذكرها في تعز صراحة.